وكيف الاستهتار المواطنين، كل انسان نتكلم عليه مجيوب جايين مع اربع خمس ناس يكروا فيه بالبريلات وقاعد يكحكف معهم عادي. يعني حتى الاهتمام الاقرباء مش مهتمين ومش مصدقين، مازال ما عندهم تصديق ان هذا الفيروس قد يؤدي بحياه الانسان، مش لابد كبير في السن. والحقيقه الثانيه، كثير من البشر يعتقد ان كبار السن هم اكثر عرضه، لا، في الدراسات العلميه كلها من 100 شخص يصاب 8 بس كبار في السن. اكبر ناس تصاب هي ما بين ال 20 سنه الى ال 60 سنه، وهم مصدر الوباء، هم مصدر العدوى، ومصدر العدوى الاخرين يقضوا على اباهم وماتوا. فاقل شيء، اقل شيء يندر بر الوالدين انك لا تنقل مرض لاباك، اقل شيء. لو تبي مش مهتم تبي تنشر هذا المرض، لكن لا تؤذي اباك وامك، وبعدين جيت